ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. برج العقرب، نصايح مهمه جدا جدا تخص الست شهور اللي جايين، يعني النص الثاني من عام 2021. فتره مهمه جدا 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 لاصحاب برج العقرب، حقيقي فتره مهمه بالنسبه لك. عندك جو حلو قوي، ومن حيث التوقعات قلنا توقعات النص الثاني لعام 2021 وضحنا ده ازاي، لكن في فيديو النصايح ده عايزاكم تاخدوا بالكم قوي قوي من كل نقطه انا هتكلم فيها، لانها فعلا فعلا مهمه. طبعا النصايح دي ليها علاقه بتاثيرات الكواكب وحركات الكواكب، يعني لينا ايه التاثيرات ده، وضعه هنا يحصل ايه، مكانته كل ده يعني ليه معنى كبير، هبقى اوضحه في التوقعات الشهريه، لان لو وضحته دلوقتي فانا محتاجه اقعد اليوم كله بصراحه احكي. المهم فيديو النصايح، اول حاجه عايزه اتكلم عليها وهي برج العقرب، حذر من الاستغلال. يعني ايه ده؟ يعني ان انت شخص هتكون مستغل. برج العقرب حد يستغله؟ هيكون في بعض الاشخاص اللي عايزين يستغلوك لمهارتك، لشطارتك في امر ما، لنجاحك، لاستثمارك او قوتك، لشكلك ومظهرك، لان انت شخص ذكي من الناحيه الفكريه، او شايف ان انت ممكن تكون ماسك عليه حاجه، فبالتالي بيقرب منك عشان قال يعني يسكتك. في حين كل ده لازم تبعد عن الاشخاص المستغله، او تبعد عن الاشخاص اللي بتقرب منك لاجل مصلحه معينه، مش كتر عدد وخلاص، لا مش لطيف. بالنسبه لي انا كواحده من الناس اللي اشوف دايما ان يبقى قدامي 2 3 ابرك من 100، ابرك من 100 بجد. فحاول على قد ما تقدر ان انت تحجم علاقاتك بمين الافضل، مين الاحسن، وتخلي بالك لانك عندك اشخاص بيستغلوك تحت مبدا العاطفه، او تحت فكره ان انا والله انا بحبك، بعزك، انت في القلب مركون جوه. لا خلي بالكم جدا من الناس دي، ده انتوا هتقابلوا ناس كلامنجيه ويعملوا لكم صيت وهيصه ودوشه وي وي وي، وهم اصلا خبثة. فخلي بالكم جدا من النوعيه دي. الحاجه الثانيه برضو عشان نبقى دخلنا كل الناس المستفزه في بعض، اللي هي نقطه الحقد او الغل. خلي بالك عندك اشخاص الحقد ماشيين يزمروا فعلا، من امور الحقد والغل اللي بيقوموا او بيعملوه في بعض الامراض، طبعا عارفه ده بس ما وضحوش. المهم فحاولوا على قد ما تقدروا ان انتوا تخلي بالكم جدا من الاشخاص الحسوده، اصدقاء حسوده، اصدقاء شايفين ان انتوا احلى شكل، مظهر، ناس كتير بيحبوكم، بيفضلوكم عنهم، انتوا ليكم كلام وصيت وبتعرفوا تتكلموا وستايل وهو يلا حركات، وهم ما بيعرفوش يعملوا حاجه، هتلاقيهم دايما باصين لكم، يعني الحركه بتاعتكم والكلام اللي عارفين اللي هي الحركه دي محسودين عليه، حركه ايديكم، نظرتكم، مش عارفه ايه، ده محسودين عليه، حب الناس ليكم محسودين عليه. فخلي بالكم جدا ان انتم محسودين على الحاجات البسيطه، ما بالك الحاجات الكبيره. فلازم تكون حذر جدا. يعني انا فعلا انا اصلا اكتر واحده من الناس اللي فعلا بستفز قوي قوي من الناس اللي هي تبقى بصلك على كل حاجه انت بتعملها، كأن هم بطيخ وانت مش عارفه ايه. فالمهم فبرج العقرب انت بالنسبه لك النقطه دي يعني لازم تحصن نفسك قوي، ولازم تاخد بالك قوي، وتاخد بالك من اسرارك، وتاخد بالك من الايجابيات اللي بتحصل لك، لان عندك فعلا ايجابيه كتير، وعندك ما شاء الله حاجات حلوه قوي 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 هتكون موجوده في خلال النص الثاني. فعلا برج العقرب حالتك هتتغير تماما للاحلى والافضل والاستقرار والهدوء، الا ان الحسد ممكن يضيع كتير، وده اللي بيخلينا دايما نشوف فرق ان برج العقرب عنده وقعان والتاني عنده نجاح بسم الله ما شاء الله. فلازم تكونوا واخدين بالكم من النقطة دي. طيب برج العقرب برضو عندك حاجة مهمة جدا، عندك تغيير إيجابي وانت محتاج تغير أكتر، تغيير اللي ليه علاقة بالستايل واللبس والمظهر والألوان والتعاملات، تغيير المكان بتاعك، غير ديكور بتاعك. أتمنى كتير للناس اللي بتعاني من حالة سلبية أو نفسية شوية سلبية انك تغير وجهة السرير بتاعك، انك تغير المكان اللي انت بتنام فيه لفترة، اعمل ده جدا جدا. فحاولوا تعملوا ده وتبعدوا عن اي صوت ليه علاقة بدوشة برضو لفترة، هتلاقوا ان انتوا بتهدوا او الحالة بتكون افضل كتير، وطبعا القرب من الله يعني افضل شيء. طيب بالنسبة يا برج العقرب حاجة تانية مهمة جدا ليها علاقة بالنصايح، وهي انك تخلي بالك من فترة 16 اغسطس لفترة 10 سبتمبر. الفترة دي بالنسبة لك ليها علاقة بتشويه السمعة، وليها علاقة باسرار، وليها علاقة بخلافات، وليها علاقة ببعض المشاكل، او حد بيقلب لك في الماضي، حد ماسك عليك حاجة، او حد ممكن يطلع مشاكل يعني. فلازم تكون حريص جدا جدا، خاصة ان ده ممكن يضر مسائل عاطفية جديدة،
فكونوا حذرين جدا. طيب بالنسبه برضو يا برج العقرب، انت من بعد يوم 10 يعني من يوم 11 الوضع معاك بيبقى افضل كتير، معاك بقى لحد بقى الفتره دي اللي هي من يوم 11 سبتمبر معاك بقى لحد يوم 23 نوفمبر، يعني الفتره دي بالنسبه لك بقى تبقى حلوه، يعني الحظ بيخدمك في امور كتير. خلي بالك على صحتك برضو يا برج العقرب، يعني الصحه حاول على قد ما تقدر ان انت تهتم بفيتاميناتك، تهتم بجسمك، تهتم بالدهون بتاعتك، لان الدهون بتبقى يعني لو عندك دهون على الكبد، ما اقصدش الدهون كمان يعني تراه، لا في الدهون دي بتعمل مشاكل كبيره جدا، فلازم تكون واخد بالك جدا من النقطه دي. برج العقرب برضو وانت بتاخد بالك من الاشخاص، وانت بتاخد حقك من الاشخاص اللي حواليك، لانك عندك فكره الانتقام شويه، عندك انك انت عايز تاخد حقك من حد، عايز توجع حد، انت بتعمل معايا انا كده، طب تعالى بقى وكذا كذا كذا كذا. حاول على قد ما تقدر انك تكون بتفكر بالشكل الصحيح، لان انت بتعرف تنتقم انتقام رهيب، بس في نفس الوقت الانتقام الغير محدد او الانتقام اللي انت مش محضر ليه، او انتقام بعد معزه، بعد حب، بعد ما كان الشخص ده قريب ليا او كانت صديقه ليا او كان صديق ليا او كان حد عزيز عليا، مشكله خاصه لو الشخص ده عارف انت بتتصرف ازاي، خاصه عشريه التانيه، خاصه المراه. فخلي بالكم جدا، يعني مرأة العشرية التانية دي اكتر واكتر امرأة تكون حريصة قوي قوي في النقطة دي. الرجل بقى العشرية التانية برضو، بس اكتر مرأة العشرية التانية، فهنا نكون حريصين جدا، اقوى عشرية العشرية التالتة وانتقامها هيتم يعني، بس احيانا انت هتزعل على شدة انتقامك للشخص ده. طيب بالنسبة لحاجة تانية يا برج العقرب، حاول على قد ما تقدر انك تكون واثق ان الاهل سند، عندك بعض المشاكل او العتاب او هم بيعتبوا عليك، حاول تتحمل، حاول ان انت تعدي، تفوت المشاكل العائلية، اهلك سندك. خلي بالكم كتير من كلامهم ومن نصائحهم، لان فعلا هتكون مهمة كتير. بالنسبة لبرج العقرب حاجة برضو مهمة، حاول لما تحافظ على الشخص اللي معاك، حافظ على الشخص اللي يستاهل، الشخص اللي يستاهل، الشخص اللي يبقى عليك، او الشخص اللي هو ما يبقى عارف معنى صداقه، معنى حب، معنى انا بالنسبه له ايه، معنى يعرف انا تمامي ازاي، يعرف يحترمني ازاي، فلازم تكون عارف ده. من ناحيه الامور المهنيه بالنسبه لك يا برج العقرب، انت لازم تكون عارف ان انت شخص ناجح وشخص متفوق وشخص تقدر تعمل كتير، لما تكون واثق في نفسك قوي ومؤمن بربك ان هيعديك من المرحله دي او المحنه دي، فاعرف كويس قوي ان انت هتنجح اكتر. فخلي عندك يقين في الله ثم يقين في نفسك انك تقدر تنجح، انت تقدر تعمل ده، بسم الله ما شاء الله عليك، هتكون شخص ناجح جدا وشخص مطور بشكل كبير. بالنسبه لبرج العقرب في الامور الماديه، عندك بعض التوتر شويه، ولكن انت لازم تحسب امورك، لازم تخلي بالك من مصاريفك، لازم انك انت تعرف تحوش لليوم اللي هو يبقى فيه مثلا زنقه ولا متطلبات ماديه. الامور العاطفيه زي ما قلت لك، حاول انك تحافظ على الشخص اللي يستاهل، حاول تخلي بالك على سمعتك وعلى الاشخاص اللي بيشوهوا سمعتك لان اغلبهم من الاصدقاء، وخلي بالك من التضارب والمواجهه ما بينك وما بين شخص ما سواء صديق او ايا كان، لان كل ده بيأثر على العلاقات العاطفيه. خلي بالك لان انت عايز تعمل استقرار عاطفي، فالاستقرار العاطفي ممكن يبوظه لك اصدقاء سيئين، فتكون حريص. بالنسبه برضو لامورك الصحيه زي ما قلت لك، لازم تخلي بالك برضو على صحتك، فيتاميناتك، الاكل اللي انت بتاكله، نوعيه الاكل، ما تاكلش اكل من بره الا لما يكون حد مضمون يعني. المهم بالنسبه لبرج العقرب، انا بتمنى كتير ليكم النجاحات والتفوق، بتمنى ليكم ان انتوا تاخدوا بالكم من النصايح اللي اتكلمنا عليها، وبتمنى ان انتوا تفهموها بشكل صحيح مش بشكل سلبي يعني. بشكركم جدا، ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس. سلام.